سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا بكم معي مجددا لنواصل تكملة دروس الكتاب المدرسي. أعزائي زوار القناة الجدد، شرفتوني ونورتوني في القناة إخواتي. ما تنساوش من فضلكم دعم القناة والضغط على زر الاشتراك وكذلك الضغط على زر لايك حتى يصلكم جديد الدروس إن شاء الله. فوالا، تبعوا معي اليوم صفحة رقم 85. راح نشوفوا هاد الدرس جولي لا بي دي. لا بي دي هي كما ذكرنا في الدرس السابق هي اختصار لكلمة لا بوند ديسيني، هي مجموعة هاد الصور نسميوها لا بي دي. اليوم عندنا لو تكست العنوان تاعو لا غونون لو سانج اي لا نوا. لا غونون هي انثى القرد، لو سانج هو القرد، لا نوا هي الجوزة يعني حبة الجوز. فوالا رايحين نشوفوا مع بعضنا الصور ومن بعد نشوفوا الاسئله. عندنا لا بروميير فينيت، هادو لي كاري هادو نسميوهم دي فينيت، والمجموع تاعهم نسميوها لا بوند ديسيني. شوفوا لا بروميير فينيت، اون جون غونا كوي اون نوا دون سا كوك فيرت. هنا عندنا هاد القرده قطفت جوزة وما زالت يعني في لاكوك تاعها، يعني القشرة تاعها ما زالت خضراء ما قشرتهاش. فوالا هنا نشوفو لا دوزيام، نشوفو هنايا القول تاع لا غونا بير كوم سي امير. فوالا هذا الصوت دارتو هاد القردة وقالت كم هي مرة، يعني حطتها في فمها ولقاتها مرة. وهنا راهي تخمم Ma mère m'a dit que les noix étaient bonnes. Elle m'a menti. يعني أمي قالت لي أن الجوز ذوقه جيد وهي كذبت علي. هنا نشوفو Elle porte la dent fait la grimace. يعني كي حطتها في فمها تعابير تاع وجهها شوفوا زي ما هو اللو. هذوكما اللي نسميوهم لي غريماس، هما تعابير الوجه. هنا نشوفو Ce fruit n'a aucun goût, je le jette. هاد الفاكهة ليس لها طعم، سأرميها. هادي توجور لا غونا هي اللي قاعدة تحكي. هنايا نشوفو الصوت هذا دق. فوالا اي هادي يعني صوت الجوزة كي طاحت على رأس القرد، وهو قال اي. اعتذر هنا يعني معايا ولدي وراه يضحك على هاد الاصوات. نكملوا لهنا vite entre deux cailloux la casse l'épluche et la mange. هنا هذا القرد كي طاحت عليه هذيك الجوزه، هنا هو قال une noix ça tombe bien j'ai très faim. قال جوزه يعني جات في وقتها وانا جد جائع، ووضعها بين حجرين يعني كسرها ومن بعد قشرها وكلاها. فوالا هنا في لا فينيت الاخيره نشوفوا القرد قاعد يتحدث مع لا غونا هذه وقال لها، هذا يعني قول القرد votre mère a raison les noix ont fort bon goût Mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans travail et sans effort, on n'a point de plaisir. القرد قال لها أمك على حق، يعني الجوز عنده ذوق جميل وذوق جيد، ولكن يجب فسحهم. وتذكري أن في الحياة بدون عمل وبدون جهد لن نصل إلى مبتغانا. فوالا هذا هو الملخص تاع هاد لابيدي، يعني كي شرحناها هكا راح نقدروا نجاوبوا على الأسئلة. Je réponds aux questions. راح نجاوبوا على الأسئلة. Numéro 1 Dans la première bulle, que fait la guenon? يعني في الصورة الأولى، يعني هنا ماذا كانت تفعل أنثى القرد كما شفنا لهنا. لا غونون كوي اون نوا دون سا كوك فيرت، هذه هي الإجابة
الأولى، يعني تكتبوها كما راهي هنايا. Question numéro 2. Dans la deuxième bulle, la guenon est mécontente. Pourquoi, à ton avis? يعني في الصورة الثانية القردة كانت يعني مستاءة أو غير سعيدة. مكونتانت هذه العكس تاع كونتانت. فوالا، لماذا في رأيك؟ هنا كيما شفنا لهنا لاغونا يعني ضاقت القشرة تاع الجوزة ولقاتها مرة. دونك لاغونا اي مكونتانت parce qu'elle a trouvé le goût de la noix très amer. لأنها وجدت ذوق الجوزة مر جدا. Question numéro 3. Que dit-elle à propos de sa mère? Quelles sont les paroles prononcées? ماذا قالت؟ يعني elle هذه ترجع على لاغونا. ماذا قالت بالنسبة لأمها؟ وما هو كلامها؟ هنا نقرأ toujours لهنا. هي قالت elle dit à propos de sa mère. Ma mère m'a dit que les noix étaient bonnes. Elle m'a menti. Voilà. هذه هما les paroles. يعني هذا هو قولها على أمها وهذه هي les paroles تاعها يعني تنقلوها كما هي. Question numéro 4. Pourquoi le singe est-il souriant? Voilà, le singe est très heureux d'avoir une noix à manger car il avait trop faim. Yani, القرد هو كان سعيد لأنه وجد الجوزة وكان جائع جدا car il a très faim. Question numéro 5. Un conseil est donné à la guenon. Indique la bulle qui contient ces paroles. يعني نصيحة أعطيت للقردة أو أنثى القرد. أذكر أو بين يعني لا بول اللي تبين هذا القول. كما نشوفوا هنا في الأخير هذه هي لا بول اللي فيها لي كونساي. فوالا هنايا يعني نقولوا باللي في اخر في لا فينيت الاخرى. فوالا سي دون لا ديرنيير فينيت. Question numéro 6. Dans cette histoire, nous découvrons que في هذه القصة يعني نكتشف ان il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Les apparences sont souvent trompeuses. Le travail est toujours récompensé. هنا نفهموا من هذه القصة انه le travail est toujours récompensé. يعني العمل دائما ما يكون عنده جزاء. فوالا هذا فيما يخص الأسئلة الخاصة بهذا القصة. يبقى لنا فقط هنا السؤال الأخير. J'écris dans mon cahier. Dans la vie, sans travail et sans effort, on n'a point de plaisir. فوالا هذا راح نكتبوها في الكراس. فوالا بهذا نكون احبتي وصلنا لنهايه درس اليوم اللي كان يعني درس ممتع ودرس شيق. نتمنى انتم كذلك تكونوا استمتعتوا معايا. راح نواصلوا باذن الله تقديم الدروس يعني اعتذر في هذه المده الاخيره يعني تلهيت شويه يعني درس المراجعه تاع الاختبارات ويعني وبقيت نجاوب على الاسئله تاع التلاميذ. كذلك راح نواصلوا يعني كل يوم باذن الله راح نغطخابي معكم يعني نصدركم الدروس باش نلحق معكم ان شاء الله. فوالا بهذا اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام الله عليكم.